الله تكونوا بأحسن حال وانتم عم تشوفوا فيديو اليوم. اليوم إن شاء الله رح ننتقل لدرس جديد مندرس قواعد اللغة الإنجليزية واللي هو الفيوتشر بأكثر من صيغة لإله. هنتعرف كيف هنكتبه بالبريزنت سيمبل وجملة تكون بريزنت كونتينيوس وتكون تحكي يعني عن الفيوتشر، وجملة تكون باستخدام ويل وجملة باستخدام going to. وبس قبل ما نبلش الفيديو لا تنسوا تحطوا لي لايك وشير وسبسكرايب وتفعيل الجرس ليصلكم كل فيديو جديد انا بنزله. وبس خلونا نبلش. فهلا بدنا نبلش كيفيه استخدام البريزنت كونتينيوس والبريزنت سيمبل لما تكون الجمله عباره عن زمن لفيوتشر المستقبل. فاول اشي اذا كانت جملتنا عباره عن بيرسونال بلان، خطه شخصيه، ما فيها اي اشي رسمي، خطه شخصيه لانسان عادي بخطط انه يعمل اشي مستقبلا، فبنستخدم الـ present continuous زمن المضارع المستمر واللي هو شكله بيكون is, am or are plus verb plus ing. كيف يعني أنا لما بدي أتحدث عن personal plan بدي أستخدم الـ present continuous؟ خلينا نشوف المثال. She is going to her mother next week. She is going to her mother next week. فهي تريد الذهاب أو هي تخطط للذهاب إلى أمها في الأسبوع القادم. هلأ طالما أنا بحكي عن خطة إنسان عادي، خطة شخصية لإله، فأنا بدي أستخدم الـ present continuous. طيب شو الـ present continuous؟ حكينا is, am or are plus verb plus ing. فعشان عندي شيء مفرد singular فحطيت is. is plus الفيرب اللي هو go plus ing. هذا هو شكل الـ present continuous وشرحه بالتفصيل بتلاقوه تحت بالـ description box. طيب نكمل. فطالما أنا بحكي عن خطة شخصية الجملة هتكون عبارة عن زمن الـ present continuous، إشي في المستقبل، خطة شخصية، بستخدم الـ present continuous is أو am أو are plus الفعل plus ing. هذا بالنسبة لأول جزء كيف نستخدم الـ present continuous في الـ personal plan. هلأ بدنا ننتقل لتاني شغلة واللي هي الـ present simple. كيف انا بستخدم البريزنت سيمبل مع لما تكون الجمله فيوتشر؟ كيف بدنا نستخدمه؟ ايش الاشياء نستخدمه؟ لمواعيد رسميه، وغالبا بيكون في الجمله او دائما ساعه تاريخ يوم بيكون موعد رسمي، اشي من سلطه عليا مثلا، ممكن يكون مش كخطه شخصيه زي ما حكينا بالمثال الاول. فكيف بيكون شكلك البريزنت سيمبل؟ بيكون شكله فيرب بلس اس اذا كان الفاعل مفرد، وبيكون verb من غير إشي إذا كان الفاعل جمع، وشرح الـ present simple بالتفصيل برضو ححط لكم لينك تحت في الـ description box. نكمل. طب كيف يعني إنه الـ present simple بيكون مواعيد رسمية؟ خلينا نأخذ المثال. His flight departs on 23rd of December. يعني رحلته ستغادر في 23 من شهر ديسمبر. هلأ الرحلة مش هاي إلها موعد رسمي، مش في شركة طيران حددتها، يعني هذه مواعيد رسمية. طالما مواعيد رسمية هستخدم زمن البريزنت سيمبل. طيب إيش البريزنت سيمبل؟ حكينا إذا كان الفاعل مفرد بنضيف فعل، بنضيف للفعل أس. إذا كان الفاعل جمع ما بنضيف للفعل أس. طيب عندي his flight رحلته، طالما رحلته مفرد هنحط للفعل أس، depart أصبحت departs. وايش الاشي اللي بين لي انه كمفتاح يعني انه بين انه هاي عبارة عن مواعيد رسمية؟ حدد لي ايش التاريخ وحدد لي الشهر، فهذا دلل لي اكتر واكتر، اكد لي انه هاي الجملة هي عبارة عن مواعيد رسمية. هذا بالنسبة لكيف نستخدم الـ present simple والـ present continuous في الـ future ونعرف الفرق بين الجملتين اللي بتكونوا منهم. خلينا ننتقل للجزء الثاني. الآن بدنا ننتقل لكيفية استخدام will و going to بزمن لفيوتشر. ف will إلها عدة استخدامات، اخترت أنا 7 أهم الاستخدامات اللي بنتداولها كتير لما بدنا نستخدم will. الاستخدامات كالتالي: لما تكون الجملة عبارة عن إشي أنا متأكدة منه، إشي sure certain مؤكد، بنستخدم will مش going to. لما تكون الجملة عبارة عن توقع expect، أنا بتوقع شغلة، معنى الجملة في تنبؤ، في توقع لشغلة ما، فأنا بستخدم will. لما تكون الجملة if type 1، شرحت بالتفصيل قبل هيك في فيديو سابق اللي هو أنواع أو حالات if اللي هي
اف 0 اف 1 اند اف 2. هدول الثلاثه اللي شرحتهم، هحط لكم لينك تحت في الديسكربشن بوكس كمان عشان تفهم بالتفصيل شو الاف 1. ولكن الاف 1 باختصار اللي هو الجمله بتكون نصين، النص الاول فيها بيكون عباره عن present simple، النص الثاني will plus infinitive. لما تكون الجمله عباره عن انه الجمله فيها اف اللي في الحاله الاولى هنستخدم will. طيب لما تكون الجمله عباره عن promise وعد نستخدم ايضا will. الجمله انا بوعد شخص بشغله ما او شخص بيوعدني بستخدم will. في الاوفر لما انا بدي اعرض اشي على حدا ما برضو ايضا بستخدم will. لما تكون الجمله فيها three تحديد برضو ايضا بستخدم will. quick decision لما تكون الجمله عباره عن قرار سريع ايضا بستخدم will. هذول بالنسبه لاستخدامات will اللي هي لما تكون جمله متاكد او تتوقع اذا في الحاله الاولى، وعد، عرض، تهديد، قرار سريع. ننتقل الان ل going to. going to كمان انا جبت اربع استخدامات لإلها، واللي هي اول استخدام لما تكون جمله عباره عن plan، خطه. وضحت بالتفصيل في الجزء اللي قبل هذا انه الخطط الشخصيه بنستخدم plan، هاي نفس الشغله يعني مش اشي مختلف اللي بنستخدم قصدي going to. فتاني استخدام إلها لما يكون عندي ايش؟ intention، لما يكون عندي نية، لما انا بنوي لفعل شغلة بستخدم going to. وكمان لما يكون عندي feeling، شعور، بستخدم going to. لما يكون في عندي في الجملة دليل، مثلا السماء ملبدة بالغيوم فستمطر، بستخدم going to. هذا بالنسبة لاستخدامات will واستخدامات going to. خلينا ننتقل للجزء اللي بعده. هلأ بدنا ناخذ مجموعة أسئلة تطبيق على الشرح اللي أخذناه قبل شوي. في المثال الأول بيحكي I promise you I space visit you soon. أنا أعدك أنني سأزورك قريبا. سواء حطينا will أو going to هيطلع نفس المعنى، أنا أعدك بأنني سأزورك قريبا. ولكن قاعدة تحكي انه اذا كان في الجملة عندي وعد I promise، هاي الكلمة سهلت لي اني اعرف انا ايش هستخدم will او going to. طالما عندي promise وعد اذا انا هستخدم will عطول، بمجرد ما نحكي وعد هستخدم will. طيب المثال الثاني I feel this space be a busy day. I feel، أنا أشعر بأنه سيكون يوماً حافل بالأشياء، يعني هيكون في أشغال كتير، هكون مشغول. فطالما عندي feel أنا أشعر، الشعور حكينا الشعور والإحساس وين؟ be going to، فهنا شعور، فشعور I feel this is going to في a busy day. ليش حطيت is؟ لأنه بحكي عن اليوم مش بحكي عن I. This is going to be، مش أنا اللي هكون. فعشان أنا بحكي عن day واحد فأنا بحكي this is going to be عشان عندي this اللي هي بتعود على الday. ننتقل للسؤال الأخير. He suddenly said، فجأة قال let's stop and I space show you something، لنقف وسأريك شيئا. طيب طالما حكى he suddenly شو بنتذكر؟ بنتذكر ال quick decision، decision يعني القرار السريع، قرار سريع. وين حكينا؟ وين ذكرنا؟ في will. ف let's stop and I will show you something، هنستخدم will مش هنستخدم going to. هذا بالنسبة للتطبيق اللي على القاعدة. وبس هاد كان فيديو اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم وحبيته. اذا حبيته لا تنسوا تحطوا لي لايك وشير وسبسكرايب وتفعيل الجرس لتشوفوا كل فيديو جديد انا بنزله. وتنسوش تنزلوا تحت على الديسكريبشن بوكس اللي مش فاهم البريزنت سيمبل والكونتينيوس وقاعده اف اللي هم اللي بنحتاجهم لهذا لتطبيق هذا الدرس، ينزل تحت ويحضرهم ويرجع لهذا الدرس ويفهمه. وبس احبكم ومع السلامه.